إلى شأن الدولية الآن، خمدت نيران الاحتجاجات في العاصمة الفرنسية باريس بعد أن عرفت البارحة احتجاجا شعبيا استخدمت فيها قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع، كما أدت الصدمات إلى وقوع عدد من الجرحى. كان هذا آخر نفس لأصحاب السترات الصفراء في العاصمة الفرنسية باريس أمسية البارحة، قبل أن تخمد نيران احتجاجهم بعد يوم كامل من الصدام مع رجال الشرطة. نتيجة الاحتجاج كانت زجاجا محطما، محلات مخربة، وأعمدة كهرباء أسقطت على طريق الشانزليزيه. وبعد انسحاب المحتجين تقدم رجال الشرطة في المكان محاولين إحاطته. من هنا ممنوع المرور، ومن هنا أيضا إنه طوق أمني تفرضه مصالح الأمن الفرنسية وتمنع المرور عبره حتى ساعات الصباح الأولى، حيث بدأت حركة المرور تعود تدريجيا إلى شوارع العاصمة باريس، وانطلقت عملية ترميم وإزالة خراب يوم كامل من الاحتجاج. احتجاجات اتهمت الحكومة الفرنسية اليمين المتطرفة وزعيمته مارين لوبان بالوقوف خلفها، خصوصا بعد أن خلفت وقوع قتيلين وعشرات الجرحى. وفي تعليق له على الأحداث، عبر الرئيس الفرنسي عن شعوره بالعار إزاء هذه الصدمات، وندد بمن اعتدوا على الأمن وكدى من اعتدوا على المواطنين. ويحتج الآلاف من الفرنسيين عبر كامل تراب البلاد ضد سياسة ماكرون الاقتصادية بإقرار ضرائب على الوقود.